بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في خدمة دروس ومع درس جديد للصف السادس بعنوان مقارنة الأنظمة البيئية. ما الأنظمة البيئية ذات المياه العذبة؟ ما الذي يعيش في المحيط؟ نبدأ على بركة الله. سنتعلم اليوم بحول الله وقوته الربط بين العوامل البيئية في كل بيئة وأثر تلك العوامل البيئية على الكائنات الحية التي تعيش في تلك البيئات، ثم نعرف لكم النظام البيئي المائي، ثم نختم درسنا بمقارنة بين أنظمة البيئة المائية. أمامكم بيئات حيوية بحسب مدلول الصورة. عندنا 6 بيئات سبق أن تم دراستها، اليوم سنتعلم على اسم أو أسماء هذه البيئات مع مميزات كل بيئة. في هذا الفيديو سنتكلم وسنتحدث إن شاء الله عن البيئات كالتالي. أولا عندنا بيئة الأراضي العشبية، وهي تشكل الأعشاب على اختلاف أنواعها مكون رئيسي من النباتات. تنتشر الأراضي العشبية في معظم القارات، والحيوانات التي تعيش في هذه الأراضي العشبية الثور البري، ذئب البراري، النمس، وفي أفريقيا تعيش الأسود والظباء والحمر الوحشية. إذن هذه هي بيئة الأراضي العشبية. ثم بعد ما ننتهي من بيئة الأراضي العشبية تأتينا البيئة الثانية، وهي بيئة الغابات الاستوائية، وهي بيئة الغابات الاستوائية ولها صفات وخصائص نوقف الفيديو ثم نتكلم عنها. هذه الخصائص كالتالي: أولا تكون قرب خط الاستواء، مناخها حار ورطب، تساقط الأمطار غزير، تعيش فيها أنواع كثيرة من المخلوقات الحية كالقردة والثعابين والببغاوات والطوقان. ثم بعد البيئة الثانية تأتينا البيئة الثالثة، وهي بيئة الصحراء. ولا يخفى عليكم بيئة الصحراء وما يتعلق بالصحراء، والأمثلة عندنا كثيرة من بيئتنا. عندنا الصحراء الربع الخالي، وصحراء الدهناء، والصحراء الشرقية في مصر. طبعا تشاهدون أمامكم أولا كمية الأمطار والهطول فيها قليلة. الأمطار إن سقطت يتم تهطل ثم تتبخر قبل أن تصل الأرض، سطح الأرض. عندنا الحيوانات التي تعيش فيها لابد أن تتكيف على هذه البيئة كالثعابين والحيات الموجودة اللي شاهدناها قبل قليل. عندنا النبات الصبار يتكيف مع الجفاف ومع القحط الموجود في الأرض. وعندنا النبات الحيوانات تعيش الحيوانات فيها تعيش في النهار في جحورها، وفي الليل تبحث عن أكلها لأن النهار يكون حار والليل يكون بارد. عندنا هذه البيئة التي توقفنا عندها هي بيئة التندرة، وبيئة التندرة من البيئات التي فصول الشتاء فيها باردة جدا وجافة، وفصول الصيف قصيرة، والطبقات الترابية دائمة التجمد، وتمنع نمو الجذور العميقة للأشجار والنباتات الكبيرة. التندرة قليلة الهطول، تربة فقيرة بالمواد الغذائية. الأمثلة عليها عندنا الثعالب القطبية، وعندنا الأرانب البرية الثلجية كما تشاهدون في بيئة التندرة. ثم تأتينا البيئة التي بعدها، وهي بيئة التايجة، وأيضا بيئة التايجة لها صفات ولها خصائص. هذه طبعا بيئة التندرة، وهذه بعض الحيوانات التي تعيش في هذه البيئة. البيئة الأخيرة لا زال
الفيديو يعرض البيئة الموجودة في بيئة التندرة، وهذه الدببة الموجودة في بيئة التندرة. هذه الثعالب القطبية وهذه الدببة الموجودة في بيئة التندرة. لاحظوا الجبال تكتسي بالثلوج. البيئة الأخيرة هي بيئة هذه البيئة هي بيئة التايجا. وكلمة تايجا كلمة روسية تعنى أو تعني بالغابات، تعني الغابات. وتشاهدون في الصورة أمامكم الأشجار، أشجار الغابات، ولها خصائص وصفات كالتالي: فصول الشتاء في مناطق التايجا باردة جدا، فصول الصيف قصيرة ودافئة وأكثر رطوبة، فصول الصيف تتكاثر فيها الحشرات لأنها تشجعها على التكاثر، تشكل الأعداد الضخمة للحشرات يغري أو يجمع ويجذب العديد من الطيور المهاجرة للذهاب إلى مناطق التايجا. عندنا أمثلة على النباتات والحيوانات التي تتكيف وتتعايش في وتستطيع العيش في فصول الشتاء القاسية في التايجا، مثل الأشنات والحزازيات والأشجار. عندنا الصنوبر وعندنا الشكران، والحيوانات عندنا القوارض والثعالب والذئاب و الغربان. هذه بالنسبة للبيئات التي تحدثنا عنها، وكل بيئة وصفاتها وميزاتها وخصائصها تختلف عن البيئة الأخرى. ما الأنظمة البيئية ذات المياه العذبة؟ عندنا البرك، نسميها بركة، والبركة معروفة عندنا، ومعروف اسم البركة. أولا من خصائص وصفات البرك يكون الماء ساكنا في معظمها، بعضها به طحالب وبعضها ينمو فيها نباتات وحيوانات كالضفادع والسلاحف والأسماك البرك. النوع الثاني عندنا البحيرات. البحيرات من خصائصها وصفاتها يكون الماء ساكنا في معظمها أيضا. أكبر مساحة من البرك، البركة صغيرة بينما البحيرات تكون مساحتها كبيرة. عندنا أيضا الصفة الثالثة للبحيرات، بعضها بها طحالب وبعضها ينمو فيها نباتات كزنبق الماء وحيوانات كالضفادع والسلاحف وأيضا الأسماك. تتشابه البرك والبحيرات في تغطي مساحة كبيرة من سطح الأرض، أم معظم مياهها جارية، أم تعيش فيها أسماك كبيرة مثل الحوت، أم بعضها بها طحالب وحيوانات كالضفادع والسلاحف. صفة من هذه الصفات الأربع تتشارك فيها البرك والبحيرات. أحسنتم، الإجابة أنها تتشارك في بها طحالب وحيوانات كالضفادع والسلاحف. أيضا عندنا الأنظمة البيئية ذات المياه العذبة، عندنا الأنهار والجداول. الأنهار والجداول يكون المياه أو يكون الماء أو تكون المياه فيها جارية، تكون المياه جارية فيها. أيضا الأسماك والنباتات التي تعيش تكيفت مع صفة جريان الماء. هناك أسماك ونباتات كيفت واقعها الذي تعيشه مع جريان الماء في هذه الأنهار والجداول. فمثلا عندنا نبات القصب، له جذور عميقة تثبته في قاع الماء في القاع. يعني عندنا هذا النبات القصب له جذور عميقة تثبته في القاع.
أما الأسماك كما تشاهدون فلها أجسام انسيابية تساعدها على السباحة ضد تيارات الماء. النوع الثالث الأراضي الرطبة، الأراضي الرطبة وهي التي يكون فيها مستوى الماء قريب من سطح الأرض وغني بالحياة النباتية والحيوانية كما تشاهدون الأسد والعصفور وأيضا الغزلان. وعندنا مصبات الأنهار، عندنا أيضا مصبات الأنهار هي الأماكن التي تصب فيها مياه الأنهار في البحار والمحيطات، يعيش فيها العديد من الأسماك والسلاحف. البيئة المائية، ما الذي يعيش في المحيط؟ ما الذي يعيش في المحيط؟ عندنا منطقة المد، عندنا الشاطئ، وعندنا منطقة المحيط. العوالق ومنها الدياتومات تعيش قريبا من سطح المحيط، تعيش قريبا من سطح المحيط، وسبق وذكرنا لكم الدياتومات في دروس سابقة. عندنا أيضا السوابح، السوابح منها الجراد والأسماك والدلافين مستهلكات، السوابح ومنها الجراد والأسماك والدلافين وهي مستهلكات، أيضا تعيش في المحيط. وعندنا القاعيات، والقاعيات منها سرطان البحر والإسفنج والمرجان، تعيش في قاع المحيط، أيضا تعيش في قاع المحيط. أي من مناطق المحيط لا تنمو فيها الطحالب؟ أي من مناطق المحيط لا تنمو فيها الطحالب؟ هل في منطقة المد؟ أم منطقة الشاطئ؟ أم منطقة المحيط؟ لا تنمو فيها الطحالب. قاع المحيط لا تنمو فيه الطحالب، لماذا؟ لأنها تحتاج إلى الضوء لصنع غذائها، والضوء لا يصل للقاع، بينما الضوء هنا ولا يصل إلى قاع المحيط. اقرن المفاهيم بما يناسبها، عندنا البحيرات، عندنا الأنهار، وعندنا مصبات الأنهار، وعندنا قاع المحيط. هذه الأربع، هناك جمل تناسب هذه الأربع. تكيفت النباتات والأسماك مع جريان الماء، ما الذي يناسبها من هذه الأربع؟ لا تنمو فيه الطحالب، تغطي مساحة أكبر من البرك، ملتقى مصب النهر مع المحيط. مفهوم البحيرات، ما الذي يناسبه؟ مفهوم الأنهار، ما الذي يناسب من هذه الأربع؟ وأيضا مصبات الأنهار وأيضا قاع المحيط. تأملوها قليلا، دون الإجابة عندك في ورقة، الأول الثاني الثالث الرابع، ضع الأرقام المناسبة لها. أحسنتم. إذن رقم 2 الأنهار، تكيفت النباتات والأسماك مع جريان الماء. رقم 1 البحيرات، تغطي مساحة أكبر من البرك. رقم 3 ملتقى مصب النهر مع المحيط، اللي هي مصبات النهر. رقم 4 قاع المحيط لا تنمو فيه الطحالب، لا تنمو فيه الطحالب. إذا تكيفت النباتات والأسماك مع جريان الماء في الأنهار، ومساحة البحيرات أكبر من البرك، مصبات الأنهار هي ملتقى مصب النهر مع المحيط، وقاع المحيط لا تنمو فيه الطحالب. إذا تعلمنا ودرسنا اليوم البيئة المائية، العذبة،
والمالحة، العذبة، البرك، والبحيرات، والأراضي الرطبة، والجداول، والأنهار. تحدثنا عن البيئة المائية المالحة، مصبات الأنهار والبحيرات أو البحار عفوا والمحيطات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ونلتقي بكم إن شاء الله في درس قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.